سافرت من إثيوبيا على إيش؟ عشان على حرب شاغل، ما في شغل. أنا جيت هنا عشان أدخل السعودية. مشيت من البحر لما أدن 4 أيام. أنا 3 أيام ما أصلت أكل ولا مي. أنا أصلت هنا صديق صاحب بلاد، شربت وخلت منه. أنا راقدت بالشارع فوق الكرتون، أكل ما في. أنا سبوه وأصل سبوه بعدين بخرة سبوه، بس أربع شهور خلاص. أنا أول هجيت للسعودية، صح؟ السعودية مقفل، هنا ما في شغل ولا ما في أكل. خلاص لهذا أنا أرجع أحسن بلادي. فرحان أنا سبب رجاء بلادي. أيوة اتصلت لهم قالوني تعال رجاء بلادي.